لك حاجه سيما بيني وبينك ايه؟ هو بيني وبينك ايه الناس كلها الجمهور الجمهور لا 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 هو يقول بقى الجمهور الزمالك كان بيحبه قوي كان بيلعبوا كمان بيلعبوا كان قالوا يا شيخ حسن هو انتوا هتفضلوا تاخدوا الدوري كده على طول ما تشوف لنا مره ارد انت بقى لا انا مش عارف قال لهم حاضر لما اشوف الله يرحمه الله يرحمه حضرت كابتن علي ها؟ اذا كنت انت حضرت مش حضرت انا بس حضرت انا حضرت كمشجع يعني انت حضرته لا حضرت كمشجع انا يعني انا حضرت عليه في التلفزيون لا حضرت حضرت في الملعب؟ طبعا اكيد ما انا اصل لحقت الناس دي من بدري شويه 80 انت يا كابتن؟ يعني لعبت 80 ولا 81؟ جيت من 79 80 80 لعبت ما شاء الله جدا ما شاء الله 18 سنه عايز اقول لك كان مش انت كنت بتفائل بيه بس لعبت النادي الاهلي كانوا بيحبوا يتفائلوا بيه وكان شريف عارف اه والله كان بيجي عندنا النادي كان على طول كان على طول موجود والغريب يا ايمن وعرفنا واحد واحد الله يرحمه ويسامحه يعني كان تلاقيه قابلك في كل مباراه يعني مثلا احنا رايحين اسكندريه زمان كنا مسافر بنفس اليوم ما فيش بياد قبلها بيوم كنت تروح تلاقي الشيخ حسن قاعد وموجود وتمام صحيح. يعني تحس معاه جدول الدوري وسفرياتك امتى وكده وسابقك وفي ميزه كمان يعني الله يرحمه عمره ما طلب حاجه هو بيعمل كده ايمن بيحب هو عاشق للنادي الاهلي هو كان اصلا كمان منشد ديني ايوه انا فاهم صوته جميل جدا صحيح. بس هو عنده عشق حاجه كده للنادي الاهلي هو ده العشق كان عم عبده البقال لكن من اللعيبه لا بيتفاعل بيه ولو في اي حاجه عم عبده لكن انا بتكلم على اللعيبه يا كابتن شريف لكن هو مع اللعيبه لا هو بيحب اللعيبه بيحب النادي الاهلي عارف عاشق للنادي الاهلي انت اصل انت دلوقتي بمناسبه الجمله اللي قالها ديجو فرلان هو كانت متعته وحياته يشوف النادي الاهلي بيكسب يشوف يعني يشوف بقلبه يحس يحس ويحس بالفرحه والله يا ايمن هو ده هو كان عاش على كده عشان كده هي دي كرة القدم مره كانوا بيكلموه بيقول لك بيقولوا له يا شيخ حسن انت بتشجع وبتاع زي ما تكون بتشوف قال لهم فعلا انا بشوف زي كلمتك دي بالظبط قال لهم ايوه انا بشوف انا بحس بس بشوف لعيبه النادي الاهلي وانا بحس عايزين نكمل الصوره مع عم عبد البقال عادل يقول لك عارف عارف عم عبد البقال من او 40 سنه شغلانه بتاعت انك بيكتشف لعيبه من 40 سنه عارف ان دلوقتي العالم كله عاملين دراسات للكشافين انت عارف ان كل فرق العالم الكبيرة ما بتجيبش دلوقتي من الشركات بتجيب من الشركات والشركات ما بتجيبش إلا من الكشافين يعني الكشافين دول هم أكبر سماسرة دلوقتي يعني دلوقتي عاوز أنت تجيب لاعب باك رايت في فرقة كذا بتكلم الكشاف اللي هو ماسك النادي ده اللي هو هيقول لك عليه مواصفاته والحاجات دي فمن 40 سنة عم عبد البقال كان بيجيب لعيبة للنادي الأهلي اتعممت في الوقت الحالي وبقت دراسات وبقت وظيفة كبيرة وبقت أهم من وظيفة المدير الفني صحيح صحيح وكلها طيب. كابتن شريف نرجع بقى لماتش النهاردة هل الأصعب مباراة اليوم ولا مباراة السنة اللي فاتت أمام بالميرس بالتحديد الثالث والرابع هقول لك على حاجة أنا كنت من